بلش حياتي اليومية في البيت، نقوم أول إشي من الساعة 5:30 قمت أديت صلاة الفجر، بعدها قمت في عمل الأعمال المنزلية اللي بتتعلق بأبنائي من غسيل شطف مساح، وبعد هيك أنا بوضع كل يوم خطة شو ممكن إني أعمل. من الليل كويت الأواعي أواعي أبنائي، وبعدين على الساعة 6:30 7 عملت على إيقاظهم لأنه في عندي بنت توجيهي وقمت بتسميع امتحانها، وباقي أبنائي منهم توجه لأريحة، وفي عندي كمان طالب حقوقي موجود جهز نفسه وطلع للعمل. لما احنا ننظم عملنا في البيت وننظم عملنا بالشغل بنتغلب على جميع الصعوبات اللي بتواجهنا. فانا عملي انه كمان ابنائي وعائلتي هم من المشجعين الي اني اوصل لاعلى المراتب ولاعلى مراكز قياديه، والقياده الشرطه الفلسطينيه كمان اعطت دور لنا للمراه العامله، ولا دور كمان ان نعمل بالعمل الشرطي بكل الواجبات كافه الواجبات، واعطتنا كمان اهتمت في دمجنا في العمل الشرطي، وممكن ان كمان اعطتنا كافه الحقوق والواجبات مثل الرجل. انا كنت خبير سير ومحقق حوادث في نابلس، هذه اعطتني ثقه بالنفس. الثقة بالنفس هي بتعتمد على انه تعتمد على نفسك، وانت بتعطيك ثقة وتتحمل المسؤولية. ممكن انه انا عملي صعب كثير، بس انا من لاني بحب عملي وبفتخر اني بعمل بالعمل الشرطي، وكثير من الشباب يعني كمان بتفهموا وضعي وبشجعوني، والقيادة الشرطة هي شجعتني انه تم تعييني مدير مرور. أول ما دخلنا بال97 كانت الفكرة سلبية، بس مع مر الزمن اعتبروه كأي وظيفة كأي عمل ممكن إنها تقوم فيه المرأة. وأنا بحكي لك القيادة الشرطة شجعت على هذا العمل من خلال الدورات، من خلال ورش العمل، فن التعامل مع الجمهور كيف ممكن إننا نتعامل مع المواطنين بالشارع، وهم المجتمع هو اللي شجعنا إننا نوصل لهذه المراكز. أنا مسؤولة عن 14 فرد مع ضباط، من ناحية إدارية، من ناحية حوادث سير، من ناحية عمل ميداني وإداري ثقافي مرورية، من ناحية كمان نقاط سوداء موجودة في المحافظة. وأنا استحقيت هذا المنصب لأني أنا طموحة وحابب أني أوصل. أنا بناوب اليوم بكرة الساعة 2 بروح عبيتي، برجع يوم الثلاثة كمان بناوب، ويوم الأربعة كمان للساعة 2 بروح لبيتي، وأي إشي بتعلق في العمل بتم الاتصال بي، وأي وقت بدهم إياني بكون موجود عندهم. بوجه رسالة لأهالي الفتيات إنهم يشجعوا بناتهم إنهم يدخلوا لسلك الشرطة أو للعمل الشرطي، لأنه زيادة عدد النساء العاملات في العمل الشرطي بشجع إنه إحنا نوصل لمناصب أعلى في السلطة الوطنية. أنا بطمح أوصل لمناصب عالية كثير، يعني الواحد طموحه وهدفه إنه يوصل، يعني أنا بحب إني أوصل لمكان اللي هو حازم عطا الله.